مرحبا أيها اللطفاء، كيف حالكم؟ اشتقت إليكم جدا جدا. أتمنى أن تكونوا بألف خير وأحوالكم طيبة. وصفتنا اليوم عبارة عن غراتان بخبز التوست أو ما يسمى ب لو بان دو مي. وصفة سريعة التحضير وطعمها أنا شخصيا أبهرني، يمكن أن تكون فكرة جيدة للعشاء. تسمى هذه الطبخة كروك مسيو. إن كنتم تشاهدونني لأول مرة، أنا زهرة، أهلا بكم في عالمي. لا تنسوني بالاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. وهيا نبدأ. لإعداد هذه الوصفة نحتاج إلى بصلة، لحم مفروم، فلفل، خبز التوست، أعشاب منسمة، وصلصة البيشاميل، وكذلك البهارات. بمقلاة ساخنة نقوم بوضع الزيت، ثم نبدأ بإعداد الحشوة. نشوح البصل مع الفلفل، ثم نضيف اللحم المفروم أو الدجاج. ثم بعد ذلك نضيف البهارات، الملح والإبزار، الزنجبيل، الفلفل الأحمر الحلو أو الحار إن كنتم من عشاقه، الثوم، ثم الأعشاب المنسمة، ونترك الحشو تطهو على نار هادئة. في هذه الأثناء نحضر صلصة البشاميل. حذفت هذا المقطع لأني أحسست أنه غير مهم، أغلب الناس يعرفون كيفية تحضيرها. نفرغ القليل من الكريمة أو من صلصة البشاميل في قاع صينية الفرن ونوزعها، وهذا تفاديا لاحتراق التوست. يمكنكم إضافة القليل من الملح والفلفل الأسود. ثم نصفف خبز التوست الذي قطعت جوانبه البنية مسبقا. نوزع الطبقة الأولى ونضيف الحشو مباشرة، ثم نبشر عليها القليل من الجبن وبعضا من البشاميل. وبعدها نضيف الخبز المتبقي وكذلك صلصة البشاميل ونوزعها بالتساوي على كل الطبق، ثم نبشر مجددا الجبنة.
قمت بتزيين سطح الجراتان بقليل من الفلفل الأحمر ليعطيها لونا جميلا بعد الطهي. ندخلها إلى فرن ساخن على درجة 220 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة تقريبا، وبعدها سنحصل على هذا الجراتان الرائع. صراحة الرائحة كانت تملأ المكان وشكله كان أكثر من رائع. شاهدوا معي كيف تقطيعه سهل جدا، وكذلك قوامه من الداخل كريمي جدا جدا جدا. أنتظر منكم إعداده، وأن تبعتوا لي الكثير من صور تجاربكم لأنشرها مع أسمائكم على الإنستغرام والمنتدى، سأكون سعيدة بذلك جدا جدا. قمت بتقديم جراتان مع قليل من السلطة الخضراء والبذور، أتمنى أن يعجبكم. كانت هذه وصفة اليوم السريعة واللذيذة جدا. اهتموا بأنفسكم، تناولوا أكلا صحي. أحبكم وداعا.